شاهد الكاميرات الخفية ترصد لقطة رائعة هزت العالم قام بها اللاعبون المغاربة بعد نهاية مباراة المغرب والولايات المتحدة، جعلت العالم في صدمة وصدمت الملايين. شاهد ماذا حصل. ولكن قبل البدء، لو أنت فخور بالمنتخب المغربي فاضغط إعجاب لهذا الفيديو وعطر فمك بالصلاة على رسولنا الكريم. فيديو اليوم مشاهدين عن اللقطة الرائعة التي رصدتها اليوم الكاميرات الخفية في الملعب خلال مباراة المنتخب الوطني المغربي ضد نظيره الأمريكي في ربع نهائي أولمبياد باريس، والتي انتهت بفوز المنتخب المغربي على منتخب أمريكا برباعية نظيفة. كان ذلك الفوز بطعم الخسارة، لأنه كان اللاعبون المغاربة يطمحون أن يحرزوا أكثر من ذلك، لأنهم أقوى فريق حاليا في أفريقيا والعالم، حيث تصدر المنتخب المغربي المجموعة بكل استحقاق وجعل الجميع يقفون له بكل احترام. وفي لقطة رائعة بعد نهاية المباراة القوية، اتجه لاعبي المنتخب الوطني المغربي مباشرة للجماهير المغربية الحاضرة في الملعب، وذلك لتحيتها والاعتذار لهم على النتيجة، على الرغم أن المنتخب المغربي لم يخسر. لكن لقطة الاعتذار من اللاعبين تدل على مدى طموح المنتخب المغربي الكبير واحترامهم لجمهورهم العظيم. وكذلك ذلك الغريب في الأمر أن المنتخب المغربي وبعد كل انتصار يتوجهون ويركعون ويشكرون الله على النصر، عكس منتخبات عربية أخرى مثل المنتخب الجزائري الذين يعبرون عن فرحتهم بالرقص والأغاني. فاللهم احفظ المغرب وشعبها يا رب العالمين. وفي النهاية عزيزي المشاهد، لا تخرج من هذا الفيديو قبل أن تشاركنا رأيك في التعليقات وأن تشترك في قناتنا ليصلكم كل جديد.